كرارا ومرارا بلغناكم باجراءات لازم تاخذون بها ولازم تسمعونها من اهل الهلال اللي حجرتوهم امنيا وصحيا. هسه قبل ربع ساعه كنا جاي نوزع سلات ووصلنا للسيطره مالت البحسان، سيطره الصبه اللي بين الهلال وبين الرميثه. كان الموجودين يمكن ما يقارب 7 حالات مرضيه بالسيارات وبهذا الحار، ونساء ومتانين الاسعاف تجيهم اسعاف وحده. اجوا الاسعاف شال 3 يا معودين، شال 3 يا بشنو الامر الطوك يا الطوك امر بان ترابط هنا بالسيطره؟ قال لا، شارع الهلال فرعي ومطينا امر الرابط ب3 سيطرات رئيسيه. الهلال فرعي، الهلال المنطقة الأولى اللي اعترفت بها خلية النقمة بأن هي موبوءة ولازم تنحجر، الهلال فرعي وما توفر أسعاف بالسيطرة مالته. آمنا بالله الكم حليا، قيادة الشرطة وخلية النقمة ودكتورة وسم، يشهد الله غير ذنما يسيرا، الكم حليا وخلال 24 ساعة ما غيرهن. أولا وحدة توفرت 3 أسعافات ترابط 24 ساعة بالسيطرة اللي تربط بين الرميثة والهلال، أو نطلع والنداء يوصل لقيادة الشرطة بأنه خلال 24 ساعة ما تظل سيطرة بالهلال غير السيطرات الرئيسيات، أما تتوفر كل الإجراءات اللي تسهل على المواطن ذهابا وإيابا إلى المستشفى. ما نريد بنسوان العاجب واقفات بالسيطرات هناك يحرمصن للشرطة. واعذرونا اهلنا وجاويدنا، كافي بعد مجاملات، وما نجامل اي شخص على حقنا وعلى كرامتنا. نسائنا واقفه بالشارع فارس، خلاف ذلك يشهد لا جيش ولا لا يظل. اسمعني، خلافا لذلك نوجه نداءنا لقياده الشرطه، خلال 24 ساعه راح يتحملون كل العواقب اللي تصدر من اي عقوبه بالسيطرات، ولا تخلون الشرطه ولا تخلون الجيش بوجه المدفع وتبدون تصير كوارث. وتعرفون شنو قصدي؟